زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى جمهورية الصين الشعبية أعطت دفعة قوية لعلاقات دولة الكويت مع جمهورية الصين الشعبية. وقد تكللت هذه الزيارة باتفاق البلدين على ضرورة تطوير الشراكة الاستراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الممتدة بينهما منذ أكثر من نصف قرن. وللحديث أكثر عن هذه الزيارة وتأثيرها على العلاقات القوية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، نستضيف معنا في الاستديو المستشار ليو شيانغ القائم بالأعمال في السفارة الصينية. صبح عليك بالخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا سهلا. بداية، كيف تقرؤون التطور السريع للعلاقات الكويتية الصينية على مدار 52 عام؟ شكرا. كما تعرفون أن دولة الكويت هي دولة الأول دولة العربية وعربية الخليجية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، وهذا يدل على الرؤية البعيدة والموقف العادل لقيادة الكويت. أعتقد أن التطور المستمر والسريع للعلاقات الصينية الكويتية يرجع إلى أربع أسباب. الأول هو المبادئ المشتركة، إن الجانبين يقدم الدعم المتبادل للقضايا ذات الاحترام المتبادل والسيادة والسلامة الأراضي والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي. وإن دولة الكويت ظلت تدعم المبدأ الصيني الواحد. وثانيا الدعم المتبادل، إن دولة الكويت أكثر دولة عربية تقدم للصين قروضا تفضيلية حكومية ومنذ عام 1982 بدأت تقديم القروض، وكان ذلك وقت إن الصين في البداية الإصلاح والانفتاح وبحاجة ماسة إلى الدعم للتنمية. جميل. وبعد غزو الإغراق على الكويت، وإن الصين أعربت عن معارضته الشديد ضد الغزو، وبذلت بجهودها الكبيرة لاستعادة السيادة الكويت وسلامة أراضيها. نعم. وأيضا ثالثا التكامل الاقتصادي، وكما نعرف أن الكويت تتمتع بالموارد النفط الغنية، والصين تتمتع بالسوق الضخمة والقوة العالية للإنتاج والبناء. صحيح. فالصين هو ظلت أكبر شريكا تجاريا للكويت لمدة 7 سنوات متتالية، وتعد الكويت السابع أكبر مصدر للموارد النفط الغام للصين. وأيضا أن تشتغل الشركة الصينية بنشاط في المشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان في الكويت لخدمة البناء الكويت. ورابعا في مجال التبادل الإنساني والثقافي، وأنا ممكن أضرب لكم مثلا، وقبل أيام نحن قمنا بال تشغيل تجريبي للمركز الثقافي الصيني في الكويت. نعم. وهذا المركز تعتبر أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج. وفي هذه في الحفل التشغيل التجريبي هناك العرض الفني للقومية الصينية. نعم. قال أحد الأصدقاء الكويتيين خلال العرض، قال شوف هناك أن فنان صينيين يلبسون السادو. يلبسون السادو. السادو. نعم. وممكن هذه الصورة يدل على أن هناك يعني الشيء المشترك بين ثقافة البلدين.
وطبعا التبادل على الثقافي ليس يعني اتجاها احاديا، وان الروايه الكويتيه روايه ادبيه كويتيه مثل ساق البامبو وطعم الذئب محبوبه لدى القراء الصينيين. وفعلا يعني هذه الالوان لو تشوفينها نورة قريبه جدا من الوان السدو، ويمكن نلاحظ فيها مو بس الالوان يعني حتى طريقه النكش اللي صايره على الخام. كنت انت اخبر مني كونك صح أيوة السجو بقى. يعني مثل المتعارف عليه اللي احنا اساسا عندنا اياه يعني كالوانه الاحمر والاسود وطريقه حتى النقوشات فيه فعلا يعني تحس ان اللباس القومي الصيني كانه في شيء مشترك بين السجو اللي هو اصلا موجود عندنا في الموروث. نعم. لطالما كانت هناك زيارات رسميه بين القيادات السياسيه بين البلدين، تعليقكم على زيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى جمهورية الصين الشعبية والتي تأتي بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ؟ نعم، إن حقيقة إن هذه الزيارة لسمو ولي العهد زيارة تاريخية في علاقات البلدين، وكما تعرفون أن العلاقة الشراكة الاستراتيجية الصينية الكويتية أقيمت قبل 5 سنوات. هذه المرة توصل السمو ولي العهد ورئيس شي جين بينغ إلى توافقات كثيرة والمهمة، ومما جعل الشراكة الاستراتيجية الصينية الكويتية إلى حقبة جديدة. جميل. ويعني خلال هذه الزيارة أكد القيادتا البلدين دعم متبادل للآخر حول قضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية. كما تعرفون أن يشهد العالم المتغيرات المتسارعة وتواجه الدول التحديات عديدة، ففي هذه الخلفية إن الصين والكويت كلاهما تتمسك بالمبادئ كالمعتاد وتتمسك بالتنمية المستدامة يعني أمن المشتركة والاحترام تنوع الحضارات. صحيح. وكل هذا يعني تدعوه المبادرات الثلاثة المطروحة من قبل رئيس شي جين بينغ، وطبعا كل هذه يعني يعكس ان الثقه السياسيه رفيعه المستوى بين الجانبين، وبالتالي يعني ان هذه الزياره تمتاز بالتعاون العملي ويشمل وحيث يعني وقع الجانبين على عده وثائق تشمل الخطه الخمسية للتعاون الثنائي والوثائق في تعاون في مذكرة التفاهم في المجالات البنية التحتية والإسكان والمناطق الحرة والطاقة المتجددة وإلى آخره. وطبعا مما يجعل الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية الصينية الكويتية أعمق والأقوى. وجدير بذكره وأن أكد الجانبان على التعاون على نطاق أوسع، وإن دولة الكويت دولة عربية خليجية مهمة وتلعب دورا حيويا في الساحة الدولية. نعم. وخصوصا مع الأمم المتحدة، فإن الصين جانب الصيني يستعد للعمل مع جانب الكويت سويا لتنفيذ مخرجات لقيمة الصين العربية الأولى وقيمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التواصل والتعاون في المحافل المتعددة الأطراف لحماية المصالح في مثل الأمم المتحدة لحماية المصالح المشتركة لدول النامية. نعم. وكل هذا يعني بالمجمل القول وممكن نقول أن هذه الزيارة تجعل شراكة استراتيجية
الصينية الكويتية يعني أعمق وأوسع. ونحن علينا في الوقت القادم في مرحلة قادمة علينا أن نعمل بجد واجتهاد لترجمة التوافقات المهمة بين قيادتي البلدين على أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله نشوف كل هذا وأكثر. خلينا نتكلم عن موضوع حضور سموي للعهد حفل افتتاح الدورة 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية، أكيد طبعا على عمق العلاقات بين البلدين، ما هو تعليقكم على ذلك؟ وأكيد بلا شك أن حضور ولي سمو ولي العهد يعني هذا شرف كبير للصيني، ويشرف الصيني قيادتنا وشعبا، وهذا يدل يعكس الدعم القوي لجانب الكويت إلى الصيني وإلى تضامن وتعاون لدول الآسيا. وأود هنا أود أذكر أن هناك مخزن الخاصة للألعاب يعني الآسيوية في علاقات الصينية الكويتية، وكان في يعني في العاب الاولمبيه الاسيويه عام 90 نعم اقامت الصين العاب الاسيويه لاول مره، وكان في ذلك الوقت الصيني يواجه الوضع الخارجي صعبا، ولكن الشيخ الفهد وهو رئيس مجلس أولمبيا مجلس آسيوية كانت تدعم الصيني بقوة، ومن المؤلم جدا أنه استشهد قبل الألعاب الآسيوية في بيجين قبل أكثر من شهر، وعندما عند دخول الوفد الرياضي الكويتي إلى ميدان ألعاب الآسيوية بيجين، وصفق كل المشاهدين الصينيين تصفيقا حارا ليعرب عن دعمهم لشعب الكويت في ضد الغزو وإعادة استرجاع سيادتها. وبعد ذلك يعني وعلى مدى 30 سنة وكانت وظلت المجلس مجلس ألعاب الأولمبية الآسيوية يدعم الصيني يدعم قضية تنمية قضية الرياضة الصينية، وبرئاسة الشيخ أحمد فهد. وأقامت الصين الألعاب الآسيوية بالنجاح في عام 2010 في غوانجو. اليوم وفي الوقت الحالي يعني الحضر صاحب السمو ولي العهد الألعاب الآسيوية في هانجو، ومرة أخرى هذا يعكس الدعم القوي عمق العلاقة بين البلدين، وهذا دعم ثمين للغاية. وهنا نود أن نتمنى لوفد الرياضة الكويتية كل التوفيق والنجاح في الألعاب الآسيوية، وأيضا يعني نحن على ثقة بأنه بفضل الدعم الكويت ودول الصديق ستنجح هذه الدورة، وبما يعزز التضامن الشعوب العسية ودفع التقدم والازدهار لقارة آسيوية. نعم شكرا سيد ليو. يعني دعنا نتحدث عن مبادرة الحزام والطريق، والتي طبعا تتوافق مع رؤية الكويت 2035. كيف تقيمون هذا التوافق بين البلدين في هذا المجال تحديدا؟ نعم، طرح رئيس شي جين بينغ المبادرة حزام الطريق قبل 10 سنوات. نعم. وذلك من أجل إحياء روح الطريق الحريري القديمة. للدفع للترابط
بين مختلف المناطق والدول. نعم. من حيث البنية التحتية والسياسات والتجارة والاستثمار والثقافة والتجارب إلى آخره. ونعرف أن رؤية الكويت ل 2035 ويعني تخطط وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري على العالم جاذب للاستثمار. فهذه نعتقد يعني الطريق حزام الطريق سوف تقدم منصة أو إطارا يدفع هذه العملية. نعم. حيث يعني تنمية تستفيد من ترابط وبالعكس يعني تعزز الترابط. إن آفاق التعاون بين الصين والكويت في هذا الصدد واسع. فأعتقد يعني نتائج زيارة سمو ولي العهد للصين مثل ميناء المبارك الكبير. نعم. والمناطق الحرة ومناطق الاقتصادية تعكس هذا النوع من التوافق. التوافق. نعم. شكرا. خلينا نقول يعني كلمة أخيرة نصف فيها العلاقات الكويتية الصينية وسبل تطويرها أكثر. نعم. أعتقد دائما يعني العلاقات بين الدول مثل العلاقات بين الناس لازم على ثقة متبادل والتعامل المخلص والأهداف يعني مشترك، كما يقول المثل رفيق قبل طريق. هذا مثل صيني؟ صيني في أمثال متشابهة. وإن العلاقة بين الصين والكويت يعني لها أساس متين. نعم. وطبعا لها إمكانيات كبيرة. فتحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس شي جين بينغ، ونحن علينا أن يعني نعزز التواصل ونبحث عن الفرص ونناقش السبل التعاون وننفذ التوافق بكل جدية وحتى نحقق إنجازات لخدمة مصالح الدولتين والشعبين إن شاء الله. المستشار ليو شانغ القائم بالأعمال في السفارة الصينية، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا على حضورك لنا. شكرا جزيلا. شكرا.